مرحبا بكم مجددا، ووصلنا معكم لاخر فقراتنا الحواريه في هذا الصباح، وهي عن عيد الاعلاميين الذي يوافق 31 من مايو من كل عام. في الحقيقه يعني دور الاعلام عارفين ان هو انعكاس او مراه للمجتمع بشكل عام، ويتم استخدامه في كثير من الامور في الفتره الاخيره. ربما نكون اشبه بحرب اعلاميه موجوده للاسف الشديد. هناك بعض القنوات سواء الخارجيه خاصه بتستخدم بالطبع لتحقيق بعض الاغراض والاهداف السياسيه، وبالتالي لابد ان يكون لدينا اعلام قوي قادر على مواجهه الكثير من التحديات، يساهم في خطط التنميه الموجوده على ارض الواقع، ايضا يستطيع ان يقوم بدوره في التوعيه والتثقيف بعيدا عن اي مصالح حزبيه او شخصيه وغير ذلك من الامور. خلينا نلقي نظرة كيف يساهم الإعلام الوطني تحديدا في خطط التنمية ومساندة الدولة في خططها في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة المأمولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله، مع ضيفتي الكريمة الدكتورة عبير عزي، مدرس الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. صباح الخير دكتور عبير. صباح النور، أهلا بحضرتك. اسمح لنا في البداية أن نتابع تقرير ثم نبدأ الحوار. أدوار متعددة يلعبها الإعلام في خدمة قضايا المجتمع، ومن تلك الأدوار الهامة يأتي دور الإعلام في خدمة خطط التنمية. وارتباطا بذلك، يؤكد الخبراء على أن التنمية الشاملة تقوم على خطط متكاملة واضحة المعالم، الأمر الذي يستلزم وجود خطة إعلامية متكاملة تسير معها جنبا إلى جنب. وفي هذا الإطار يؤكد البعض أن التخطيط الإعلامي جزء من التخطيط القومي الشامل للتنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الخبراء أن وسائل الإعلام تلعب دورا إيجابيا في المعاونة على تحقيق خطط وأهداف التنمية باعتبارها جزءا مهما من التطور الوطني، إضافة إلى ارتباطها الوثيق بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع. وعلى نفس المنوال، أوضح آخرون أن نجاح خطط التنمية المستدامة مرتبط بالمشاركة الإيجابية للقوى المنتجة من خلال الإعلام ودوره في التوعية والتربية والتثقيف، كما شدد البعض على الدور الكبير للإعلام في عملية التنمية من خلال تسليط الضوء على المشروعات القومية المنفذة والإنجازات التي تتم في كل القطاعات التنموية كالزراعة والصناعة والنقل والطرق وغيرها من المشروعات الكبرى التي سيبدأ المواطنون في جني ثمارها تباعاً. فلا شك أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين وغرس قيم حب العمل في نفوسهم من أجل الإسهام في بناء الوطن وتقدمه. كما تابعنا في هذا التقرير، يعني لابد أن يكون هناك بالفعل دور قوي للإعلام في هذه المرحلة حتى يتم دعم خطط التنمية الموجودة وخلق حالة من الوعي والتثقيف لدى المجتمع بمختلف التحديات ومختلف القضايا. أردت هل يعني دكتور عبير لو اتكلمنا في البداية من الناحية التاريخية، ربما كان يعني انطلاق الإذاعة المصرية وغير ذلك جاء في وقت يعني مختلف ووقت حساس، وكان له رسالة وهدف قومي كبير، وكان له دور مؤثر بالفعل وتأثير على المجتمع المصري في حينها. لو ننطلق من الناحية التاريخية عشان يعني نبدأ على هذا الأساس. تمام. في البداية أنا أحب أوجه التهنئة لقناة النيل للأخبار بمناسبة مرور 20 عام على تأسيسها، وهي يعني منبر من المنابر القوية في مجال الإعلام الحكومي المرئي. لو هنستعرض زي ما حضرتك قلت كده خلفية تاريخية، كانت جملة هنا القاهرة هي أول جملة انطلقت سنة 1934 على يد الإعلامي البارز الأستاذ أحمد سالم، وطبعا كان ليها صدى كبير جدا في الوقت ده. ارتبط الوجدان المصري بالإذاعة المصرية على مدار التاريخ وعلى مدار فترات وحقب تاريخية مختلفة، حتى ان العبارة دي يعني اصبحت جملة بتتردد على لسان كتير من الإعلاميين، اصبحت هنا القاهرة يعني حاجة علامة مميزة للإعلام المصري. حتى انه في فترة العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 وجهت قوات الاحتلال في وقتها اللي هي القوات البريطانية والفرنسية ضربة قوية جدا لمحطات الإرسال، مما ترتب عليها وقوف البث الإذاعي في الوقت ده. ومع كده الجملة دي فضلت صداها يتردد في الوطن العربي حتى أن مصر طلعت بصوت المذيع هنا القاهرة من دمشق، يعني فضلت طول الوقت بتتردد إلى أن استطاعت الإذاعة المصرية أنها تعود وتستأنف نشاطها من جديد.
على فترات تاريخية مختلفة برضو هنلاقي أن الإذاعة المصرية كان لها دور مهم جدا، فكانت هي المحرك الرئيسي لنجاح ثورة 23 يوليو سنة 1952. عملت حالة من حالات الالتفاف حوالين الثورة، قدرت من خلالها أنها تكسب التأييد الشعبي، قدرت من خلالها أنها تنقل أهداف الثورة للمجتمع وللشعب وتكسب التأييد في هذا الاتجاه. كمان كانت الإذاعة المصرية رائدة لأنها أعلنت قيام حرب 73 6 أكتوبر، وكان المشاهد أو المستمع المصري مرتبط بهذه الإذاعة، فكان بيقعد عشان يعرف ويسمع البيانات العسكرية الصادرة من المتحدث العسكري ويتابع أول بأول التطورات في ساحة المعركة. حتى أن الأستاذ حمدي الكنيسي في الوقت ده كان بيعمل في إطار أن هو مراسل حربي، وكان ليه بقى تقارير رائعة كانت الناس بتستناها بكل شغف عشان تعرف تطورات الأحداث في ساحة المعركة. يعني اللي أنا قصدي أقوله أن الإذاعة المصرية إذاعة عظيمة رائدة من سنة 1934 حتى تاريخنا ده ارتبط بيها الوجدان المصري. لو هننتقل بقى للتلفزيون، التلفزيون برضو كان ليه دور وباع رائد في المنطقة العربية. اتأسس التلفزيون المصري سنة 1960 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكانت القناة الأولى طبعا هي القناة الوحيدة المملوكة لوزارة الإعلام في الوقت ده، وكانت طبعا قناة عامة. ساعات الإرسال بدأت بساعات محدودة وبعد كده تطورت مع الوقت. توسع التلفزيون المصري وبقى فيه القناه الثانيه وكان لها طابع ثقافي اكتر. شويه بشويه سنه 1988 دخلت مصر تجربه الاعلام المحلي او الاقليمي، وده بيرتبط بالتنميه اللي هو موضوع الحلقه. ايمانا من الدوله باهميه انه يبقى فيه جهود اتصاليه موجهه لقطاعات نوعيه مختلفه من الاقاليم اللي ليها طبيعه ثقافيه واجتماعيه واقتصاديه مختلفه، ايمانا من الدوله باهميه تحقيق التنميه في القطاعات دي، بدأ يظهر مفهوم الإعلام المحلي. فظهرت القناة الثالثة سنة 1988 ودي كانت بتغطي القاهرة الكبرى، وتوالى بقى إنشاء القنوات المحلية زي القناة الرابعة في منطقة القناة والخامسة والسادسة. وبعدين ظهر بعد كده بقى الإعلام الفضائي بظهور القناة الفضائية المصرية سنة 1990. طيب لكن الوضع بقى اختلف دلوقتي حاليا طبعا في ظل ما نشهده من توسع وربما يعني انتشار للقنوات الفضائيه والقنوات الخاصه الى جانب الاعلام الحكومي والقنوات الخارجيه، يعني بدا في يعني تنوع كبير جدا وتغير كتير جدا في سوق الاعلام. لكن كيف يعني ندعم الاعلام الوطني في هذه المرحله يعني حتى يقوم بدوره في دعم خطه التنميه اللي احنا بنتكلم عليها واللي هو قام فيها فتره كبيره جدا، خاصه ان ربما وجود بعض المصالح بعض الاجندات لبعض القنوات الثانيه يعني غير الاعلام الوطني، ربما هو اعلام ليس له مصلحه مع احد الا الدوله في نهايه الامر. حقيقي حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا وهي ظاهره الانفتاح بظهور ما يسمى البث الفضائي. البث الفضائي ده اثر على منظومه الاعلام المصري، ففي وقت من الأوقات كان الإعلام الحكومي أو الرسمي هو الإعلام المسيطر طبعا اللي هو المملوك للدولة والناقل للخطط، وكان ليه أجندة والأجندة دي دايما بتتبنى القضايا القومية اللي بتهم الشارع المصري. لكن حصل تغيير في منظومة الإعلام المصري بدخول مصر عصر الفضاء، فظهرت بقى منظومة القنوات الفضائية الخاصة المملوكة للقطاع الخاص أو لرجال الأعمال. وللأسف نسبة كبيرة جدا من المضامين الاتصالية اللي بتتقدم في القنوات دي بتسيطر عليها وكالات الإعلان، فبالتالي الأجندة بتاعتها مختلفة شوية، فهنلاقي إنها بتعتمد أكتر على المضامين اللي فيها إثارة وتهويل ومبالغة عشان تجذب الإعلانات. فبالتالي يعني المنافسة للأسف الشديد دخلت في إطار لا يخدم واقع المجتمع أو أجندة المجتمع أو القضايا اللي هو يحب يسمعها. نتج عن ده انه نقدر نقول ان هو سلاح ذو حدين. نعم. السلاح ذو حدين ده ان في ايجابيات بظهور البث الفضائي مصر قدرت تستفيد منها، انها شافت ان في منافسه فلازم تطور الاداء الاعلامي عشان تقدر تواكب الصوره الجديده والتطورات التقنيه الحاصله في المجال. كمان من يعني من النواحي الايجابيه اللي حصلت في هذا الاتجاه ان احنا بقينا مطلعين على الاخر، بقى في نوع من انواع القريه العالميه الكونيه زي ما بنقول او الجلوبال فيليج، بقينا منفتحين على الاخر، بقى في نوع من انواع الانفتاح والتعارف مع الثقافات الاخرى والشعوب الاخرى، وده شيء كويس جدا انه بيؤدي الى تذويب الحدود والفوارق بين الانا والاخر. لكن السلبيات اللي انا شايفاها انه للاسف الشديد البث الفضائي ده خلق حاله من حالات طمس الهويه، بمعنى ان الثقافه الاقوى بتفرض نفسها على الثقافة الأضعف، فبالتالي بيحصل نوع من أنواع طمس الهوية
للدول اللي هي ثقافتها غير قادرة على المنافسة أو أنها تدخل في منافسة حقيقية. المطلوب في المرحلة اللي جاية دكتورة عبير لي مواجهة هذا الأمر أن نكون لدينا بالفعل إعلام قوي سواء خاص أو سواء أيضا قومي محلي بيخدم هدف واحد واستراتيجية واحدة اللي هي مصلحة الدولة ومصلحة المواطن في نهاية الأمر وبيعبر عن المشاكل اللي هي موجودة بالفعل داخل المجتمع، خاصة يمكن تلاقي في حالة الفجوة أو عدم الثقة بين المواطن وبين يعني وسائل أكيد. الإعلام في الحقيقة في الفترة الأخيرة أكيد. هو زي ما حضرتك بتقول أنا شايفة أن في خطأ حاصل في الأداء الإعلامي، ألا وهو أن إحنا مهتمين طول الوقت بالكم وليس بالكيف، بمعنى أن إحنا عايزين نأسس قنوات فضائية كتير ونفتح قنوات كتيرة، وللأسف أنا في الآخر يعني مش حاسة أنها ذات تأثير قوي. أنا محتاجة أن أنا أركز على قناة واحدة أصرف عليها كويس، أقدم لها دعم مادي وفني بحيث تبقى هي المنبر الإعلامي القادر على توصيل صورة مصر الحقيقية إلى العالم الخارجي، تبقى قناة قادرة على المنافسة، تبقى قناة فيها كوادر إعلامية مدربة، تبقى قناة بتلتزم بمعايير الأداء الإعلامي المنضبط، سواء من خلال مثلا التدريب للكوادر اللي شغالة فيها، المصداقية، سرعة تغطية الأحداث ومواكبة الخبر، الشفافية، أن يكون لها مراسلين كتير، أنها تكون قادرة تتحدث لغة جديدة قادرة على المنافسة ومخاطبة الآخر الغرب، لأن احنا زي ما احنا شايفين في بعض القنوات اللي صنعت دول. فاحنا مصر دولة كبيرة ورائدة في مجال الإعلام، محتاجين يكون عندنا منبر إعلامي قوي قادر على المنافسة ومخاطبة العالم الغربي وإيصال الصورة الحقيقية. دي نقطة مهمة جدا دكتورة، يعني ممكن احنا بنشوف دلوقتي طبعا بعض القنوات اللي بتحاول تسيء إلى مصر وبعض يعني السياسات الخاطئة طبعا من جانب بعض الدول، وفي حرب إعلامية موجودة واستخدام الإعلام كجيل رابع من الحروف إثارة الشائعات وغير ذلك من الأمور، لكن احنا بالفعل ما وصلناش لمرحلة اللي احنا يكون عندنا قناة إعلامية قوية تستطيع ألا نخاطب أنفسنا فقط لكن أن نخاطب الخارج كمان ونوصل الصورة الصحيحة، تكون لدينا يعني قناة لديها استراتيجية واضحة، أجندة واضحة بتخدم سياسات الدولة وبتعكسها للخارج والوضع الحقيقي اللي موجود داخل البلد. كلام حضرتك مظبوط، وعشان كده أنا بأكد على ضرورة دعم هذه القناة، قناة النيل للأخبار. أنا شايفة إنها قناة قادرة بإمكانياتها الحالية إنها تبقى منبر منافس، بس هي محتاجة إلى مزيد من الدعم. لو هنقيم نقاط القوة والضعف، أنا شايفة إن القناة دي فيها كوادر شابة منضبطة وجادة ومدربة على أعلى مستوى من خريجين كليات الإعلام، وده شيء واعد. أنا شايفة كمان إن هي عندها عدد من المراسلين الضخم الموجود في كل أنحاء العالم، سواء كانوا حتى مصريين أو أجانب، وده مهم قوي لمواكبة الحدث وسرعة تغطية الأحداث. كمان أنا شايفة إن لو هنحلل الخطاب بتاع قناة النيل للأخبار، هو بيتسم بالنبرة الهادئة المتأنية، لأن لو هنشوف في قنوات تانية بتعتمد على الإثارة والتهويل والبلبلة والمبالغة والتهويل، وإحنا عارفين القنوات دي بالمسمى هي إيه، فإحنا محتاجين هذا الأداء الرصين الهادئ المتأني وفي نفس الوقت اللي مش متأخر، اللي بيتابع الحدث وبيواكبه up to date زي ما بنقول. لكن لازالت هذه القناة محتاجة إلى مزيد من الدعم المالي والفني حتى تستطيع أن هي تنافس وتخاطب الآخر ويبقى ليها تأثير مسموع في عملية صنع القرار وتبقى أداة من أدوات السياسة الداخلية والخارجية. طيب فكرة وجود ضوابط بقى للإعلام اللي هي موجودة، احنا بنشوف بعض التجاوزات في بعض القنوات ويعني بعض الإسفاف وغير ذلك من الأمور، ويمكن نقابة الإعلاميين بتحاول تتدخل المجلس الأعلى للإعلام وغير ذلك من الأمور، صحيح. لكن ربما صحيح. ليس هناك يعني تأثير قوي بالفعل الحقيقة على أرض الواقع، يعني تأثير قوي على هذه القنوات. إذا احنا بنكون عندنا ضوابط محددة بنراعي قيم ومبادئ وأخلاق هذا المجتمع، وبالتالي احنا أيضا بنوصل رسالة إيجابية للمجتمع ويعني بنزيل اللبس في كثير من الأمور، وتكون الأمور واضحة للناس بشكل حقيقي ومهني وشفاف ويراعي متطلبات الأمن القومي في نهاية الأمر. إحنا طول الوقت كإعلاميين مش بنحب يكون في حد رقيب علينا أو جهات سيادية أو بتسيطر على المحتوى أو المضمون اللي بيتقدم للجمهور، فالضابط ده لازم يكون نابع من داخلنا. مواثيق الشرف دي لازم تفعل، بمعنى أن كل إعلامي لازم يكون جواه مجموعة من الضوابط اللي بتحكم الأداء الإعلامي، اللي هو لأنه هو صاحب رسالة في الأول وفي الآخر. فطبعا انتقاء العناصر الإعلامية اللي بتظهر على الشاشة ده عنصر مهم جدا، التدريب المستمر للكوادر دي كمان، ان احنا نديهم فرصة للتعامل مع مصادر الأخبار المختلفة، ازاي يبقى في شفافية في نقل الأخبار، ازاي يبقى في موضوعية، ازاي نلتزم بمعايير المصداقية والوضوح
والالتزام بتخطيط الأحداث من وجهات النظر المختلفة، الرأي والرأي الآخر، عشان دلوقتي الإعلام الأحادي الاتجاه ما عندوش مصداقية، لأن يعني الجمهور واعي يقدر يسمع ويعرف أنه لا، إذا كان ده إعلام موجه أو غير موجه وعنده بدائل أخرى ممكن يتعرض ليها. فالإعلام لازم دايما يكون محايد، لازم يعرض كل وجهات النظر الموجودة، يتسم بالحيادية والمصداقية والشفافية المطلوبة. ولدينا الكفاءات في الحقيقة، يعني الواحد يشهد لدينا الكفاءات، سواء يعني من يعملون في القنوات المصرية وكمان أيضا في القنوات الخارجية اللي هم ساهموا كمان في تأسيس قنوات كبيرة ومؤثرة سواء عربيا أو محليا وعالميا أيضا. بكل تأكيد. بشكرك دكتور عبير عزي، مدرس الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة والعلوم. أشكرك يا فندم، ميرسي على الاستضافة. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة وفقرات هذا الصباح، على أمل أن يتجدد اللقاء وموضوعات جديدة ومتجددة وفريق عمل جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.